هنبدأ معاكم مس نورهان ورياضة الصف السادس الابتدائي. هنبدأ النهاردة إن شاء الله في أول درس عندي هناخد بإذن الله اللي هو المعادلة من الدرجة الأولى في مجهول واحد. إزاي نحل معادلة من الدرجة الأولى في مجهول واحد؟ ندخل سريعا على الدرس. اول حاجه عندي احنا عرفنا قبل كده في الدرس اللي فات ايه يعني ايه معادله ويعني ايه متباينه. المعادله اللي بتتضمن علاقه تساوي بين كميتين، اما المتباينه تتضمن علاقه مقارنه بين كميتين باكبر من او اصغر من. طريقه حل المعادله سهله جدا، واخدينها قبل كده في سنه خمسة، اللي هي اول طريقه عندي طريقه الاضافه والحذف. يعني لو عندي س زائد زائد 3 بتساوي 3، المفروض ان انا اتخلص من التلاتة اللي جنب السين دي باني اضيف معكوسها الجمعي. يعني هي موجب 3 اضيف معكوسها اللي هو كام؟ سالب 3، تمام، للطرفين. فهتروح موجب 3 مع سالب 3 هيبقى للسين في الطرف ده، في الطرف عندي ده بتساوي 3 ناقص 3 بصفر. يبقى مجموعة الحل هنا موجودة عندي دي صفر، تمام. خلاص دي اول طريقة للحل. نيجي للي بعدها. المثال التاني عندي هنا اللي هو س ناقص 2 بتساوي 1، ودي برضو بطريقة الحذف والإضافة. أول حاجة سالب 2 اللي جنب السين هضيف معكوسها الجمع اللي هو موجب 2 للطرفين، هتروح سالب 2 مع موجب 2 هيبقى لي س بتساوي 1 زائد 2 كام؟ 3، تمام. طيب مجموعة الحل هنا بتساوي ايه؟ 3. ندخل على اللي بعده. تمام، هنا عندي المثال التاني او الطريقة التانية، طريقة الضرب والقسمة. لو انا عندي رقم مضروب في السين فهتخلص منه بعكس عملية الضرب اللي هي عملية القسمة. فهنا عندي 2 سين بتساوي 8، فاروح اقسم على 2 هنا للطرفين و2 للطرف التاني، هتروح الاتنين مع الاتنين هيبقى لي ان السين 8 قسمة 2 كام؟ 4. يبقى مجموعة الحل هنا 4، تمام. مثال تاني برضو يعتبر المثال الأخير عندي اللي هو نفس طريقة اللي هي الضرب والقسمة. هنا بقى جامع المعادلة دي جامعة لي الطريقتين اللي هي طريقة الضرب والقسمة وطريقة الحذف أو التعويض. نبدأ واحدة واحدة كده من البداية. أول حاجة المعادلة عندي أهي، خلاص تمام. هنا الموجود 3 ميم زائد 12 بتساوي 6. اتخلص الاول من مين؟ من التلاتة ولا من 12؟ دايما بنتخلص من الرقم اللي بعيد عن السين، يعني اللي مجموع او مطروح من السين اولا، بان انا اضيف معكوسه الجمعي للطرفين. فهاجي اضيف معكوسه الجمعي للطرفين هنا عندي، سالب 12 للطرف الايمن وسالب 12 للطرف الايسر. هتروح سالب 12 مع سالب 12 هيبقى لي 3 ميم بتساوي 6 ناقص 12 كام؟ المفروض هنا سالب 6، سالب 6، تمام. هقسم على الطرفين، على 3 على 3 للطرفين. هتروح 3 مع 3 هيبقى الموجود عندي هنا، بس القلم عشان نعدل التعديل البسيط ده، هنا دي المفروض هتطلع سالب 6 بالسالب. فالجواب هنا الموجود عندي هتبقى المفروض الجواب اللي بعد كده ان ميم بتساوي سالب 2. يبقى مجموعة الحل هنا هي سالب 2، عفوا مش 2، لان هنا 6 ناقص 12 سالب 6. يعني مجموعة الحل هنا المفروض ان هي هتبقى في النهاية سالب 2 بالسالب، لان دي هتبقى سالب 2 ودي هتبقى عندي سالب 6. فهتبقى سالب 6 قسم 3 اللي هي عندي سالب 2. يبقى مجموعة الحل هنا اللي هي سالب 2، تمام. كده ان شاء الله نبقى خلصنا درس النهاردة. درس النهاردة درس سهل جدا وبسيط جدا، مش هياخد مننا وقت، وهو واخدينه قبل كده اللي هو حل المعادلات. الواجب بإذن الله هيبقى
الواجب عندي هيبقى سؤال او صفحة 91 و92 و93. شكرا لحسن استماعكم، واتمنى تكونوا استفدتم من درس النهاردة.